اهلا بكم. افتتحت القوات الامنيه معظم الطرق التي كانت قد قطعتها سابقا في جانبي الكرخ والرصافه من بغداد تحضيرا لاستعراض عسكري. وقال مصدر امني ان ابرز المناطق التي اغلقت في جانب الكرخ صباح اليوم هي ساحه النسور وشوارع المنصور وتقاطع معرض بغداد الدولي وتقاطع الزوراء باتجاه منطقه العلاوي وطريق الدوره السريع وجسر الطابقين وطريق بياع وقد السيديه. تم فتحها جميعا وتابع المصدر أن مناطق الباب الشرقي وساحة الطيران ونفق السعدون وجسر الطابقين قد تم فتحها في جانب الرصافة